As for the question raised by the moderator concerning the multilateral system and the general situation in the world as well as in Africa, I am one of those who believe. أنا أحد الأشخاص الذين يعتقدون أن التعددية أن المنظومة التعددية الموجودة لم تخفق، وهذا يعني أنها بالفعل ثبت عنها نجاحات كثيرة، لا سيما بالنسبة للأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة، الأجهزة التي تعمل في مجال الزراعة أو الصحة أو الثقافة أو العمل أو الملكية الفكرية. في الواقع كل هذه المنظمات حققت نجاحا باهرا في أن تجمع في أن تحصل على الانتباه العالمي وأن تقوم بالعمل بهدف ترويج أهداف هذه المنظمات. حتى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بصفتها البرلمان أو ساحة أو رواق يتم تمثيل فيه كافة البلدان التي تتمتع بكافة الحقوق المتساوية في التعبير عن آرائها وقيمها ومواقفها، لعبت دورا هاما للغاية، إلا أن نقطة الضعف مع الأسف الشديد هي مجلس الأمن. هنا ما يمكن أن يطلق عليه الإخفاق الخاص بالمنظومة العالمية، ويصعب صعوبة بالغة أن نصلح مجلس الأمن. من السهل أن نقوم ببعض الإصلاحات على اليونسكو، إن اليونسكو تحتاج لإصلاحات يمكن القيام بها بالإضافة إلى الفاو أو منظمة العمل الدولية ومن ذلك حتى الجمعية العمومية، إلا أنه المجلس الأمن الذي أخفق في مهمته من أجل الحفاظ والمحافظة والترويج للسلم والأمان الدولي، كان التحدي هنا أكبر وأعلى وأقوى من أداء المجلس. لقد سعينا جاهدين عبر أجيال مختلفة من الدبلوماسية الدولية أن نقوم بإصلاحات على مجلس الأمن، ولكن ثبتت هذه المهمة أنها مستحيلة، لأنه تحسين أو إصلاح مجلس الأمن هو موضوع مسألة، حيث أنه يقع في يد خمسة بلدان، بل قوتين عظمتين، بل قوة عظمى واحدة. إن مجلس الأمن هو يعتبر الإخفاق الضخم في المنظومة الدولية بعد بنائها عقب الحرب الثانية العالمية الثانية، وهو يستدعي ويتطلب عمليات عامة بحيث على أن يدعمها الرأي العام الدولي، ولا يقتصر فقط على الوفود في الأمم المتحدة، بل يتعين أن يكون جزءا لا يتجزأ من موقف العالم برمته بأن هذا الوضع لا يحتمل استمرار. الأسلوب الذي يتكون منه مجلس الأمن وأيضا إجراءاته وأيضا طريقته في الأداء والعمل، وبذلك بعد ذكر كل ذلك هذه هي المنظومة التعددية. ولكن في الواقع إن تعريف المنظومة التعددية حدث بالفعل، بمعنى أنه لم تعد مناقشات في أروقة الأمم المتحدة والاجتماعات العمومية واللجان وما غيرها، إلا أن هناك شيئا حديثا ظهر على السطح بالفعل على أمام أعين العالم، هي هذه المنتديات والمحافل. دعونا نأخذ مثلا منتدى الاقتصاد العالمي الذي يجمع في محفله نفس رؤساء الدول والحكومات وكثير منهم وكثير من المسؤولين ومسؤول الإعلام والمتخصصين والاقتصاديين، ويدخلون في مناقشات ومداولات عن الموقف الدولي الحالي. أتذكر منذ عامين مضت، عام 2017 بالتحديد، أن الرئيس ترامب في ذلك الوقت كان له رأيا مختلفا بشأن العولمة، ولذلك رئيس الصين في منتدى دافوس وفي منصة دافوس وقف على هذه المنصة وأوضح وقال أنه إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تغادر
هذا الاتجاه نحو العولمة، فإن الصين تستعد للمغادرة بسبب كم من ضخم من التفاصيل التي عرضها. إن رئيس الصين في ذلك الوقت لم ينتظر حتى انعقاد الجمعية العمومية المتحدة، بل إنه أوضح موقفه الواضح ورأيه الواضح بمنتهى البساطة والسهولة في هذا المنتدى اللي هو منتدى ديفيس، بالإضافة إلى ذلك مثلا منتدى ميونخ عن الأمن الدولي ونزع السلاح. قضايا خطيرة تم مناقشتها في ذلك. إذا فإن الإضافة الحالية للموقف الحالي والمنظومة التعددية الحالية هي المنتدى، هذه المحافل المنتديات الجديدة التي تجمع في أروقتها آلاف من المسؤولين والقطاع الخاص ورجال الإعلام وغيره. هذه الإضافة. الإضافة الثانية هو الدور الذي تطلع به مراكز الفكر والاجتماعات والأوراق التي ينشرونها والتوصيات التي تتمخض عن اجتماعاتهم والمناقشات والمداولات التي تدور في إطار هذه المنتديات التي ينتج عنها ويتمخض عنها توصيات جادة للغاية بشأن قضايا عدة وترسل إلى الحكومات، وبعد ذلك بعض من هذه التوصيات يجوز أن يتم عرضها أمام الجمعية العمومية بشأن مناقشتها من قبل بعض المنظمات الدولية. إلا أن هذه إضافة أخرى، هذا توجه جديد واتجاه جديد، وطبعا لا يمكن أن نقول أن كل برمته إيجابي، ولكن على الأقل يعتبر أداة جديدة للتعددية. أما الآن أما بالنسبة لأفريقيا، أفريقيا جزء لا يتجزأ، بل إنها مجموعة فعالة للغاية في الأمم المتحدة، وأيضا لها وجود قوي للغاية في المنتديات الحديثة التي بزغت مثل منتدى ميونخ للأمن ومراكز الفكر والمراكز الاستراتيجية وغيرها. إلا أن الفكرة تتمثل فيما يلي. إذا ما قلت أنا مثلا أن منظومة تعددية بالفعل يمر بتغيرات خطيرة للغاية، هل هذا أثر على أفريقيا؟ أقول نعم، ولكن ما نحتاج إليه في أفريقيا هو منتدى اقتصادي لأفريقيا، لا يقتصر فقط أن يجمع في رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، بل كافة القوى الخاصة بالمجتمع الأفريقي. ينبغي أن يجتمع بعضهم البعض وأن يختلطوا ببعضهم البعض، يحضروا ويناقشوا القضايا وأن يتمخض عنها توصيات تكون ممهورة بتوقيع المسؤولين وغير المسؤولين المشاركين في مثل هذه المنتديات. إذن توصيتي هي أنه حان الوقت لأن يكون لأفريقيا منتدى خاصا بها، منتدى أفريقيا الاقتصادي، وهذا سينتج عنه ويتمخض عنه مؤتمرات ودوائر مستديدة وأنشطة كثيرة بشأن نزع السلاح وبشأن الاستثمارات وبشأن الحقوق الأساسية والبعد الثقافي وما إلى ذلك. إذن المنظومة الحديثة، منظومة التعددية الحديثة تتحرك الآن، وحان الوقت بالنسبة لنا في أفريقيا أن ننتهز هذه الفرصة وأن نلحق بقطار التنمية الذي يسير بسرعة فائقة حتى نبلغ مدانا ومنتهانا مع بعضنا البعض. وشكرا.